جمعة جمعة مع عادل بهرباع والأم اعتدال إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة نجدد من خلالها لقاء بكم في برنامجكم جمعة جمعة، معي أنا عادل برباع وبصحبتي الأم القديرة اعتدال إدريس. حياك الله مام اعتدال. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سبحان الله العظيم، يعني الوضع مرة غريب. صحيح، ما اعتدنا عليه. نعم. والألم في القلب، لكن سبحان الله العظيم، يعني أنا كان في موضوع اللي هو إلف النعمة حنتكلم عنه بعد شوية، بس أبا أذكر بشيء. سبحان الله العظيم، الحلقة السابقة كنا بنتكلم مع الدكتور نزار باهبري الله يكرمه، من يوم ما اتصلنا عليه لبى الدعوة الله يكرمه وأعطانا المعلومات الصحيحة عن هذا المرض سبحان الله العظيم. وطبعا قال هي إجراءات احترازية، يعني وهذه تشكر عليها الدولة الله يكرمها إنها فعلا إجراءات احترازية. واليوم يعني كانت ما في جمعة ما في هذا، لأنه هو من حقهم هذا الشيء. نعم. إحنا نبغى نتكلم عن وضع كان مشابه طبعا مع اختلاف المرض. في كان وقع في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، عن سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقع طاعون في الشام يقال له طاعون عمواس. نعم. هذا الطاعون سبحان الله العظيم هو طبعا وباء ومرض، يعني طبعا هذا لا يقارن بكورونا هنا، لكن نستشف من الأحداث التصرف الصحيح عند وقوع النوازل. هذا الطاعون لما وقع، حتى يعني يقال إن لما تيجي تقرأ عنه أدخلوا في جوجل وأكتب عن طاعون عمواس، حيقول يذكركم بالطاعون اللي وقع في أوروبا. هو مرض والعياذ بالله مميت، ينتشر بسرعة انتشار سريع فيها. فحصل إنه في منطقة اسمها عمواس بين رملة وبيت المقدس وقع هذا المرض فيها، نتيجة للقوارض، يعني الطاعون نحس من القوارض وكانت الحشرات تقع عليه، وبعد كده انتشرت عند الناس وكان مميت، حتى يقال إنه مات فيه ما بين 20 إلى 30، وفي روايات 60,000 من الصحابة ومن الناس اللي ماتوا فيه. طبعا احنا بنقول العدد هذا قياسا بذلك الوقت هو عدد كبير جدا جدا. فأول مين حصل اللي كان يعني حتى عمر بن الخطاب هو وقع في البداية، بعدين أخف، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بده يعني يطمن على الناس الموجودين هناك، فسمع انه ايش وصل الطاعون فيها وانتشر، فقال ابو عبيده له كان امير المؤمنين هو على يعني كان الوالي على مدينه عمواس ابو عبيده. نعم. على الشام، فقام قال يعني عمر بن الخطاب سمع حديث قال له انه يعني اذا سمعتم بالطاعون يعني فلا تدخلوا في ارض ولا يخرجوا منها. نعم. اللي هو الحجر. نعم. فقام ابو عبيده قال له يعني لا احنا بنفر من قدر الله، فقام قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فر من قدر الله إلى قدر الله أو غيرك يقولها يا أبو عبيدة. وكان أبو عبيدة هو أمير الأمير على الشام هناك على عمواس. نعم. وكان عمر بن الخطاب يعني يجل أبو عبيدة ويعني يجله كثيرا، حتى قال له أرجع معانا، فرفض أبو عبيدة رضي الله عنه وتولى هناك يعني وقام بعمله، فأصيب بالطاعون ومات، فتولى بعده معاذ بن جبل ومات أيضا بالطاعون، ومات عدد كبير من الصحابة، يزيد بن يزيد وسهل أبو جندل، وتوفي أيضا شرحبيل بن حسنة، ومجموعة كبيرة من الصحابة ماتوا في هذا الطاعون. مين اللي خفف أثر الطاعون؟ تولى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص إيش كان الطريقة اللي عملها؟ وهذه الآن اللي بتصير، يعني بغض النظر أن الطاعون هناك كان يميت موت سريع ولكنه كان سريع الانتشار، هنا الحمد لله ولله الحمد كورونا يعني اللي بيموتوا منها باللي تكون أساسا مناعتهم ضعيفة أو عندهم أمراض أو شيء، لكنه مرض سريع الانتشار. نعم. إيش كان تصرف عمرو بن العاص؟ أمر الناس أن يتفرقوا في الجبال.
يتفرقوا ولا يجتمعوا. نعم. يعني كأنه سوى اللي هو دحين احنا نسميها الحجر. اي نعم. فتفرقوا فخف الوباء وايش وانكشف هذا الأمر سبحان الله العظيم. لأنه زي النار، النار إذا أعطيتها الحطب تزداد اشتعال. صحيح. بعدت عنها الحطب حتخمد في مكانها لأنه حتغلق المكان اللي فيها وحتخمد فيها. نفس الشيء الآن اللي بيصير عندنا هنا، أنه يعني جزاهم الله خير علقوا رحلات الدولية وعلق مع ترى والله مع ما في هذا خسائر للدولة كبيرة، لكن جزاهم الله خير يعني بيتحملوا هذه الخسائر عن المواطنين، وحتى بيحطوا انه في اللي بيكون عندهم خسائر وفي تسهيلات وفي امور لحفاظا على الناس الموجودين اللي هنا، انحفاظا على الناس اللي هنا، لانه لازم في يصير عزل. والان اللي بنقراه دحين يعني حتى الحرمين انه ليه؟ لانه في ناس بيجوا، فعشان نخفف هذا هي فتره بسيطه فتره مؤقته فقط لاحتواء المرض. لو إنه فضلنا نقعد براحتنا ونقعد نروح ونجي ونتجمع وتقام كل شيء ويصير كل شيء ما هيتوقف، كل واحد حيصاب. نعم. وهو يعني حتى الدولة ما حتتسع مستشفياتها ولا حتتسعينها، فهي قالت أقعدوا في بيوتكم، أجلسوا في بيوتكم. صح تقولون أنت ليش جيت، إحنا قاعدين بس نفرين ترى في الغرفة ثلاثة أنفار. أنا وعادل والمهندس الله يكرمها. طيب فقط، لكن في التجمعات الكبيرة اللي هنا يحتاج مننا الوعي. صحيح. يحتاج مننا الوعي إنه إحنا فعلا كيف، هو أمر مؤلم. أمر مؤلم فعلا. الدولة مشكورة يعني أمرت بإيقاف جميع الخدمات اللي يعني حاليا اللي يمكن أنها تقدم عن بعد. نعم. أي والأشياء اللي لابد أن يكون الناس فيها متواجدين، سواء القطاعات العسكرية أو القطاعات موجودين. اللي نعم الطبية. نعم. هذول موجودين، وإحنا دورنا هنا كمان زي ما أنت تفضلت إحنا كإعلام دورنا كتوعية وأن نكون متواجدين لأجلكم، فكلنا متواجدين لأجل أنه إحنا نتعاون ونتكاتف لا يستمر هذا الوباء وينتشر. لو نعم. إحنا أخذنا براحتنا ترى في كل الأمر وقعدنا نقول ليش وليش وما نعرف إيه ولا إحنا بنسوي وبنخرج. نعم. لو إحنا ما عندنا الوعي ولازم يد واحدة ما تصفق يا جماعة. صحيح. يد واحدة ما تصفق، حتى لو قالت الدولة ما في تجمعات ما في روحات ما في جيات قفلوا ده، إذا إحنا ما كان عندنا الوعي فعلا أنه إحنا نتوقف وننتبه على نفسنا. ليه؟ لأنه كل ما تطول المدة كل ما الكل يتضرر، الكل يتضرر، لكن كل ما تقصر المدة نقدر ننجو من هذا الأمر بسلام. يعني لازم السفينة دي تمشي، لازم تمشي. نعم. إذا جاتها عاصفة في الطريق فالكل يتكاتف حتى يقف في وجه هذه العاصفة، أما واحد يقعد في مكانه أو يقعد يستهتر أو شيء ما حينفع. لازم نوقف كلنا وقفة واحدة مع بعض علشان نقدر نتجاوز جميعا هذه الأزمة، والكل يتعاون فيها، الكل يكون فيها رحيم، ما نجع مجال للإشاعات أو حتى مثلا اللي بيروحوا البقالات وبيقضوا بالأشياء الكميات الكبيرة المهولة ليه، يقول لك احتمال حتنقطع الشائعات. الدولة قالت لكم هي حتوفر لكم، قالت ما تتوقف الأشياء، قطاع التغذية قطاع ما تتوقف. إن حصل شح في بعض البضائع فنستطيع أن نعوضها، لكن الإشاعات هذه والشائعات اللي بتنتشر والتسوق بجنون هذا ما أمر يعني ما هو منطقي غير مقبول. ترى الأمور بتمشي بهذا الحمد لله، والدولة قالت لكم إحنا يعني بتدعمنا وبتوقف معانا، لكن نحتاج انه احنا نقف أيضا معها ايضا ونقف معها ومع انفسنا حتى يعني تمر هذه الازمه على نعم. خير يا رب. هذا كانت يعني تعليق فقط على ما يحدث، يعني هو شيء مؤلم هنا وعندنا هذا متاثر من اول على تبغى فاصل. طيب هلا خذ الفاصل حقك، نطلع الفاصل مستمعينا، وان شاء الله ان كنتم تسمعوا لنا وحابين أنكم تشاركونا فيما بعد بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على 055-668-9001. فاصل نعود إليكم، ابقوا معنا.
إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية. وإن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى بما لديها من إمكانات في طليعتها. عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. كانت هذه جزء من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، هذا الأب الحاني، واللي بعزيمته ومن كان وولي عهده والدولة رعاها الله وحماها الله، كان لها الدور المشرف أمام جميع دول العالم في أنها تتصدى لمثل هذه الأزمة. ودورنا أن نتكاتف مع ولاة أمرنا بأن نكون نعم من يكون مساند لولاة أمرنا في هذا الأمر، وأن نمر بهذه الأزمة مع هذه الأزمة على خير وفي خير بإذن الله تعالى. فعلا كلمة كانت يعني تحس أنه يعني أبونا، نعم أبونا سلمان الله يبارك فيه يا رب، وهو خادم الحرمين الشريفين. احنا بنقول آمين. الملك سلمان، لكن هو فعلا احساس الاب الحاني على حفظه الله، على يعني رعيته، على اولاده، على يعني الاجراءات التي قامت بها يعني نتيجه لتوجيهاتهم جزاهم الله خير. هي اجراءات صعبه بالنسبه لينا، نعم، لكن لو نظرنا للامر هو فعلا والله امر صعب، ما هو سهل انه الانسان ما يسمع صلاه الجمعه، ما هو سهل انه الانسان ما يصلي في المسجد، ما هو سهل انه الانسان شايف الحرم قدامه ما هو رايح، ما هو سهله، لكن هي اجراءات قويه لصالحنا نحن، لصالحنا نحن نريد يعني سبحان الله العظيم حتى نتجاوز هذه الازمه، حتى نتجاوز هذه المرحلة. هنا ندخل منها لقوانين البلاء والابتلاء. الآن اللي بتحدث يعني شوفوا، احنا الآن ندخل لموضوعنا اللي هو كان إلف النعمة، نعم، يعني سبحان الله العظيم كم من نعم كثيرة كنا فيها والله ما حسينا فيها إلا بعد ما توقفت عنا، يعني ولله الحمد برضو احنا في نعمة، نحن بنعمة يعني نعمة. من ضمن المقولات اللي بتيجي انه انت قاعد في بيتك الحمد لله في بيتك، ما انت قاعد محاصر نعم. في خيمة نعم. انت قاعد في بيتك وبتاكل، منعت انك انت تتنقل وما تروح حمل، مؤمن. آمن مؤمن، هي نعم. فقط اجراءات لفترة محددة نعم. بس شوفوا الفترة دي قديش طويلة علينا يا جماعة، تخيلوا انه اسبوع بس لما قالوا انه ما في طيران ما في شيء، كيف احنا حسينا ان احنا خنقنا؟ صحيح، هي بس فترة بسيطة كيف انخنقنا، وترى كنا في نعم والله ما كنا ننتبه لها. أي والله، كنا نروح ونيجي على كيفنا ونخرج ونتجمع ونسافر ونرجع، وهذا ما حسينا انه هذه نعمة يا الله، ما حسينا انه هذه نعمة موجودة عندنا، بس احنا ما فهمناها، فهمناها انه حق مكتسب لنا من حقنا، اهو جندي صغير من جنود الله فقط ليعرفنا ويعلمنا كيف نشكر الله على النعم. الحمد لله، هذه الابتلاءات هي رحمة للمؤمنين، رحمة. ترى اللي حصل لنا هنا لا حد يجي يقول لكم ربنا غضبان عليكم، يا جماعة هو الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور المدبر مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هو خالقنا سبحانه وتعالى، يعني يريد سبحانه عظيم أن يعني هو غني عننا، الله غني عننا، غني عن دعاءنا، غني عن عبادتنا، غني عن لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ما تنفع لو كلنا قمنا وأطعنا الله كلنا على لسان واحد، غني عننا الله محتاجنا، ولو كلنا عصينا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والله ما نقص ذلك في ملك الله شيئا ولا تضره المعصية، ولكن سبحانه وتعالى لمحبته لعباده فهو الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم كل العالم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، الدابة، كل هذا الرحمن والرحيم اللي للمؤمنين سبحانه وتعالى. فنحن نجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم، يعني نجمع بين
آثار صفة الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، لأننا مؤمنين. هنا الله سبحانه وتعالى لتقصيرنا إحنا ولبعدنا أراد أن ينبهنا، ينبهنا فقط، وليس لغضب منه سبحانه وتعالى، وليس لسخط منه سبحانه وتعالى، ولكنه يحبنا، يحبهم ويحبونه، يحبنا الله سبحانه وتعالى. لولا أنه يحبنا ما ابتلانا بهذه الأمور. فلا نفهم البلاء أنه غضب من الله، لا نفهم البلاء أنه سخط من الله. أحيانا قد يكون حب من الله، حب من الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلا، وسبحانه وتعالى يريد أن يعني يرجعنا له. نعم. يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت يا عادل عندك أبنائك، أنا عندي أبناء. نعم. ممكن بعض الأحيان أولادي أو أولادك يعملوا أشياء تغضبنا، ما تناسبنا، ما تناسب اللي إحنا نبغاه، وننبههم ونكلمهم وننبههم ونرسل لهم الرسالات ونكلمهم وهذا وما يسمع. ممكن نجيهم عقوبة واحدة بس، ممكن مثلا نقول ما نكلمكم خلاص، أو ممكن الأب يعاقب أولاده، يسحب منهم السيارة، يسحب منهم الجوال. يقوم الإبن يحس إنه ليه يا بابا بلغت في 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 عقوبتك ليه؟ العقوبة بالحرمان، هو ده حرمته منه، حرمته من جواله، حرمته من سيارته، حرمته من خروجه، حرمته من ينتقل أصحابه، حرمته. قلت له تقعد في الغرفة دي ألين تراجع نفسك وتشوف أنت زعلتني في إيش. هل أنت بتكرهه؟ لا، ولله المثل الأعلى، أنت ما بتكرهه، أنت عملت هذا لأنه هو تجاوز الحد لأجله، لأجله. نعم، لأجله هو تجاوز الحد في أنه ما يستجيب، وأنت أوامرك إلا أعطيته هي كلها لصالحه. نفترض مثلا قلت له يا ابني لا تسهر، أنا أخاف عليك من السهر، من مثلا من أشياء غلط. يا ابني مثلا لا أنتبه من الحشيش، من المخدرات، لا تدخن، لا من عارف، أخاف عليك كده. أنتبه يا ابني لا تغلط، لا تسوي كده، صح ولا لا؟ أنت بتعطي صحيح. أشياء كلها لصالح ابنك. نعم. لصالحه، ما أعطيته شيء لغير صالحه، ولكنه تجاوز في بعض الأمور، اضطريت أنك أنت تمنعه. حتى جلس وراجع نفسه وعمل وقال أنا فعلا أخطأت في كده وجاء اعتذر لك، هتقبل عذره ولا ما هتقبله؟ هتقبل بمحبة، لأنك أنت لما عاقبته عاقبته بمحبة ولم تعاقبه بسخط أو غضب. نعم. أو بلاء. نعم. هذا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هو خالقنا، هو رازقنا، هو مالك الملك، هو الغني عننا سبحانه وتعالى، وأعطانا ما هو لصالحنا، وأغدق علينا النعم أشكالا وألوان سبحانه وتعالى. والله حتى الفقير في نعمة، والغني في نعمة، اللي ما عنده أطفال برضو في نعمة، واللي عنده أطفال في نعمة، اللي مريض برضو المريض في نعمة، لأنه عنده لسان يذكر الله. حتى مهما كان به شدة المرض وهو شايف نفسه إنه هو بابتلاءات قديش كترة، طالما عندك لسان يقول الحمد لله فأنت في نعمة. الحمد لله، نعم، مزحام من النعم، والله نعم قديش كترها. حتى اللي ما عنده أطفال ويقول أنا محروم، والله أنت ما أنت محروم. نعم، عندك نعمة أنك أنت تمشي، وعندك نعمة أنك أنت تأكل، وعندك نعمة أنك أنت تشرب، وعندك نعمة، نعم قديش كترها. تعالوا هنا، الزوج اللي يقعد طول الوقت من زوجته فيها وفيها وفيها، ترى أنت برضو في نعمة. انظر لجزء من الجانب الطيب، ما لا يعقل انه انسان شر محض، لا يعقل انه انسان. الزوجه اللي تشتكي من زوجها، وهذا كلنا للاسف ما شفنا النعم، وقعدنا نطالع في النقطه الصغيره، البقعه السوداء الصغيره على الرداء الابيض الكبير. الان نحن في هذا يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا هذه الغمه وهذه الازمه، لابد ان ننظر الى كثير من النعم التي ما كنا ننتبه لها. اي والله الان يعني صارت جليه واضحه، ولابد انه احنا كدور، سواء كنا من يعني، ومن هذه الكلمات اللي انت بتقوليها ام اعتداد، وكذلك جميع الاباء والامهات، انهم يلفتوا ابنائهم. نعم. انه كيف انه هذه الازمه، اي نعم هي شر محض، في يعني ليست شر محض في شكلها، لكن هي فيها خير في ظاهرها. نعم، لكن في خير تبينت من خلالها مثل هذه الامور. نعم. من خلال هذه الازمات. نعم. احنا فعلا كيف نعزز هذه المفاهيم اكثر واكثر، واحنا الان يعني متواجدين في بيوتنا، متواجدين مع ابنائنا، مع زوجاتنا، يعني خلاص لزمنا بيوتنا، ولا بد ان نلزم يعني حبا ان شاء الله، و طاعة يعني في كل الأمور، وإحنا ننظر إنه هذه فعلا هي المصلحة لنا، لكن فعلا كيف إن إحنا نستثمر، ما نقول نستغل، نستثمر وجودنا في المنزل. نعم،
بالنسبة لاستثمار وجودنا في المنزل حنقعد، لأنه حيقعدوا أولادك معك طبعا. دحين اللي بيقول لك أنه الآن ما عندهم شغلة ولا مشغلة غير قنوات التواصل وهذه الأشياء، نعم. ما نقول لكم لا، لكن خليه كل واحد يبدأ راجع نفسه. أنت كيف أول شيء علاقتك بربك؟ نعم. كيف علاقتك بالله؟ كيف صلاتك؟ يعني يا جماعة الرجل اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له دلني على أشياء إذا عملتها أدخل الجنة. جميل. قال له شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، إذا عندك زكاة زكيها، وإذا عندك وصوم رمضان، وإذا تقدر تحج حج. نعم. قال له هذه بس، قال له لا أزيد عليها ولا أنقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إيش إن صدق إن صدق دخل. نعم. إحنا قبل الفاصل ما نطلع أنا ودي أني أوجه السؤال أيضا لمستمعين الكرام، يعطونا اقتراحاتهم. نعم. يعطونا اقتراحاتهم أو يعطونا أنتوا إيش سويتوا في بيوتكم الآن في نعم. هذا الوضع وجالسين مع بعضكم، يعني سواء كان يعني استغلتوها استغلال أمثل كقراءة كصلاة كتواصل مع بعضكم. نتمنى أنه إحنا يعني نسمع منكم سواء باتصال أو برسائل عبر الواتساب. ممكن ترسلوا الرسالة على الواتساب 0556689001، وإمكانكم أنكم تتصلوا علينا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. فاصل ونعود إليكم. جميل، يعني بنشوف بعض المقاطع الرائعة لبعض الناس هم بيتداولوها وبيعززوا في نفسهم كيف فعلا نستثمر يعني جلوسنا في البيت. منها كانت في صورة لقطة جميلة انه شخص عامل مصلى في البيت، نعم. كذا فرشين السجاجيد وحاطين انه هذا المكان مخصص للصلاة مع بعض، فيجتمع الاب والام واولادهم بناتهم كلهم في صلاة مع بعضهم. شيء جميل جدا، يعني فعلا حسوا يمكن يقولوا يا ريت تستمر كذا بطريقة نصلى السلام. ايوه ما هو سبحان الله العظيم، لان احنا ولفنا على النعمة ايوه ما انتبهنا لها، نعم. وتمادينا فيها من سبحان الله العظيم. وأما بنعمة ربك فحدث. الناس كانوا فاهمين معنى الآية دي فحدث، إني أنا أتكلم وأقول أنا إيش عندي نعم. الآية لا يقصد بهذا، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالشكر لهذه النعمة. كيف تؤدي شكر هذه النعمة؟ الله. شوف تعال أقول لك مثلا، يجي الأب يكون يصلي في المسجد، نعم. أولاده في البيت، طيب ما يكلمهم ما يقول لهم ما يقعد معاهم ما يحاورهم، هو في حتة وأولاده في حتة، طيب يعني منعزل عنده شغله اللي كان منقطع عنه كثير، كل واحد عايش لي في ملكوت لوحده. كل الآن العوائل سبحان الله العظيم قد تكون هذا الأمر من الأمور اللي تجمع العائلة تاني، اللي تخليك تعرف أولادك، تعرف بيفكروا في إيش. أنت الآن جالسين مع بعض بتضطروا إنكم بتجلسوا، ما في مكان تروحوا فيه، لا في مكان الأولاد يروحوا فيه، يروحوا بحر، يروحوا مدري فين، يروحوا ما في أماكن، ما في لا في مطاعم تروحوا ولا في. إن الآن مكانك في البيت حتجلس معاه، أنت إيش حتعمل؟ ممكن تقول لك الأم خلاص أنا اتجننت يعني لهذا. هنا نبدأ نتعاون كلنا، ترى التعاون مو بس كمان مع الدولة، التعاون مع أفراد البيت كلهم مع بعض يتعاونوا يتساعدوا مع بعض. الأب يشوف إيش زوجته بتعمل في البيت، لما أنت بتكون برا البيت ما بتعرف إيش الأشياء اللي ممكن بيسوه، خصوصا لو عنده أطفال صغار كيف ممكن أطفال يعملوا، ما في لا مدرسة ما في ولا شيء، إيش الأحوال اللي بتصير. يعني انتشرت مقاطع كيف الصين بمدينة ووهان كيف استغلوا الفترة هذه اللي جالسين فيها في البيوت في إنهم قووا العلاقة واخترعوا ألعاب غريبة. نعم. شفت الألعاب وجاتك في مقاطع هذا. هنا قووا علاقتكم بأولادكم، قووا علاقتكم ببعض. أول شيء يعني استشعروا مع أولادكم كيف علاقتهم بالله. نعم. زين. مساعدنك بس اتصال. طيب اتفضل. خالد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا خالد. اول شيء كلمه جميله استاذ الاعتراف ما تقول النعم النعم، فعلا نحن فنان كبير عند الله سبحانه وتعالى، بس نحن ما نراها هذه النعمه لما تزول عننا. نعم.
الحمد لله. فنحن محتاجين لأبنائنا وأولادنا وأمهاتنا وأبانا الدعاء. نعم. الدعاء لصلة بين رب العالمين سبحانه وتعالى. صح. لأن الدعاء هذا مخ العبادة. نعم. فنحن محتاجين أن ندعي رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يرحم أمة محمد أجمعين والمسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات. آمين. أن يكونوا بخير وأن يكونوا بعضهم البعض وأن يكون المحبة جوا داخل قلبهم. وأن كل واحد لا يظلم الثاني وكل واحد يرحم الصغير والصغير يرحم الكبير. نعم. والكبير يرحم الضعفاء والضعفاء يرحم الفقراء. ورحم الله يرحمنا ويرحم أمة محمد يا رب. آمين. جزاك الله خير. شكرا يا خالد. يعطيك العافية على المداخلة. شكرا. نعم. نرجع مرة ثانية. ابدأ أنت علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. حاول الصلاة ما قدرتوا تصلوها في المسجد وأنت كنت قلبك يا أبو إنه يعني يتنحل وأنت تقول لهم تعالوا يا أولاد. لا أنت خاف إنه تفوتك الصلاة حقت الجماعة وما يتحرك. والآن نعم. فرصتك هنا زي ما أنت قلت أخلي بيتي الآن. استشعر في بيتي اني احرك في ذكر الله. نعم. لما انا احركهم بالنعم هذه اجلس معاهم تعالوا يا حبايبي نصلي مع بعض كلنا جماعه. هنا انت اقمت الجماعه ترى ما توقفت مو معناته انها توقفت في المساجد انه توقف ذكر الله لا ما توقف ذكر الله وما احب انا الناس اللي طول القيامه حتقوم القيامه حتقوم لا القيامه ما حتقوم دحين لسه في عندك علامات قديش كثرة عشان تصير القيامة أنها تقوم اللي تتكلموا عنها الآن هذه لرجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى يعني إلى عودتنا إلى من يحبنا سبحانه وتعالى إلى خالقنا إلى رازقنا إلى حبيبنا الله سبحانه وتعالى إلى أنسنا إلى قربنا هو ده اللي رجعنا لي صحيح. تعالي عب أنت وأم أنت والأم وقفوا كل شيء حتى الصغار زي ما أنت قلت حطوا السجادة هنا صلوا بعد ما تصلي كلكم علمهم ارفع يدك يا أب ترى والله دي الموقف مو تقعد تعمل له محاضرة كمان تقعد بالساعة أكيد. المحاضرة بحيث إنهم خلاص يملوا أنت انتهزوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة نعم. هم كانوا ما في وقت بلاء فإحنا في وقت بلاء تخولهم بالموعظة اجلس يا أب أنت هنا ارفع يدك اللهم اكشف هذه البلوى عن هذه الأمة كل الأمة مو بس أمة محمد كل العالم لأنهم خلق من خلق الله يعني في الشيخ سعيد كمل الله يكرمه في له مقاطع في اليوتيوب مرة جميلة هو شيخ مغربي كده نعم. فكان بيقول في دعاء كان يتوسل به أحد الصالحين كان يقول اللهم إنك قلت فمن تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله يتوب عليه وأنا تبت إليك يا الله فاقبل توبتي فإن لم تقبل توبتي يا الله فأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء من هذه الأشياء التي خلقتها فاجعل رحمتك تسعني يا الله. الله فإن لم تقبلني يا الله فأي مصيبة أكبر لي إلا أن أقول وهذه أعظم مصيبة إن لم أدخل في رحمتك يا الله, يا الله. فأنت قلت سبحانك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأنا أقول يا الله أن هذه أعظم مصيبة فأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون فاشملني برحمتك شوف توسل إلى الله بكل الرحمات عنده سبحان الله العظيم فهذه يعني إحنا نخلي العيلة عندنا كلها نخلي كل اللي حواليننا يحسوا إنهم محتاجين لرحمة الله لا نؤيسهم ولا نقنطهم من رحمة الله فارفع يدك يا أب اللي بتصلي بيهم ما في الأب الأم تمسك أولادها إذا عندك ولد عمره 13-14 سنة خليه هو يأمك وصلوا البذور الصغار الثانيين وراهم مع بعض صلوا مع بعض جماعة ما توقفت الجماعة الجماعة لم تتوقف ترى إحنا في نعمة من الله لا. الصلاة لم تتوقف أنتوا بتقدروا تصلوا الآن تقدروا تذكروا الله وهذه من نعمة الله ولفنا أنه إحنا نصلي لكن ما استشعرنا قيمة نعمة أنه إحنا نصلي ولفنا أنه إحنا نقول دعاء الخروج ما استشعرنا قيمته ولفنا أنه إحنا نقرأ التحصينات ولفنا ترى في فرق بين تولف عليها وبين تستشعرها في قلبك نعم في فرق بينها صارت عادة عندك وفي فرق بينها تصير عبادة ومعنى في قلبك تحرك من جوا فلما تقرأ التحصينات يلا حبايبي تعالوا كلنا نقرأ التحصينات
يلا اقرأ ده واقرأ ده واقرأ، الكل هيتجمع. اجلس بعد كده كل واحد اعطيه فرصته انه يقعد مع نفسه، انه يقعد مع اللي مثلا مع الجهاز حقه مع هذا، اعطيهم فرصه. بعد كده اجمعهم، تعالوا انت ايش 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 تتمنى. لا تجي تعمل له محاضره مباشره، لا تجي يا ام تعمل له محاضره، لا يجي الاب تجي تعمل له محاضره. انت ايش تتمنى، ايش تبي تصير لما تكبر؟ اعطيهم، اسمع افكارهم، اسمع طموحاتهم، اسمع اولادكم. الان جاتكم فرصه تسمعوهم. يا زوج يا اب اتكلم، ممكن اولادك بابا انت ايش تتمنى. في قصه كانت جميله جدا اقول لكم، هي اسمها قصور المانجا. يقول لك هذا الابن يقول دائما لما كنا صغار كان بابا يجيب المانجا، وتعرفوا المانجا من الفاكهه اللذيذه اللي الكل واحد يحبها، يعني هذه فاكهه مميزه المانجا بكل اشكالها يعني. طيب فكان الاب يجيب المانجا وياكل القشر، فسألوا ابنه ليش يا بابا تاكل القشر؟ قال له طعم. فيقول ما قاعد افكر ايش يمكن تكون في فايده زياده، يمكن في شيء، ليش بابا يوزع علينا اللب وياكل القشر؟ اكيد في القشر في فايده هذه. يقول قعدت ابحث ابحث ادور. لما اتزوج وجاب اطفال وكبروا الاطفال عنده شويه وهذا، فيقول في يوم من الايام جبت مانجا معايا، ومانجا كبيره ومشهيه ولبها مره كبير وهذا، اخذتها في البيت وانا امني نفسي اني انا هاكل اللب حقها واستمتع به. فيقول اول ما دخلت البيت جاتني بنت صغيره، بابا ابغى منك قطعه، قطعت لها قطعه وانا فرحان. الثاني الثالث اكلوا كلهم ما بقي غير القشر. فيقول اضطريت اكل القشر، اتذكرت ابويا لما كان ياكل قشر المانجا ويقول انا احبه. هو ما كان يحبه بس لأنه فضلنا إحنا على نفسه وعطانا أشهى ما عند المانجا هذه، وأكل هو القشر عشان يحسسنا هنا. ما حسينا إحنا بقيمة إنه كيف الأب هذا ضحى بكل شيء، يعني أبسطها ضحى بشيء يشتهيه الواحد. وجد إنه هو تلذذ بتلذذ أبنائه بالمانجا. فهو بقيت له هذه، قال خلاص أنا تلذذ. فيعني أنتوا يا أبناء لو جيتوا جلستوا مع آبائكم وأمهاتكم، أنت إيش تتمنى؟ هتسمعوا ترى كلام الخلافات اللي بينكم وبين أمكم وأبوكم، صدقوني هتفهموهم فيها. صحيح. هتنفع في عندك نطلع فاصل. نعم. طيب. وأذكر مرة أخرى مستمعينا الكرام بأرقام التواصل معنا، سواء عبر الواتساب على 0556689001، وكذلك على الرقم الاتصال الهاتفي على 0112217855، أو على 0126161100. خلوكم معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام. طبعا من الرسائل اللي وصلت يقول جمعة مباركة، أتمنى أن تزول هذه المحنة عاجلا وبلا عودة. نصيحتكم أن مشاهير السوشيال ميديا وبعض ظهور مقاطع بعض الاستهتار وعدم المبالاة، أنشطة مقترحة كذلك وإذا نتكلم عنها لقضاء الوقت أثناء الحجر المنزلي، وهذا ما كنا نتكلم عنه، وأعمال مقترحة بعد زوال هذه الغمة إن شاء الله. كذلك رسالة، مساء الخير عليك أستاذ اعتدال أستاذ عادل. رسالتي لأولياء الأمور، الوضع الراهن فرصة قيمة لقيام أولياء الأمور بإصلاح ما هدم الدهر من علاقات أسرية بينهم، وتقريب وجهات النظر، وإعادة المياه لمجاريها. محمد رابح الحربي من مكة المكرمة. نعم هذا اللي احنا كنا بنقولها قبل الفاصل، إنه فرصتكم أنتوا يا آباء يا أمهات ويا أبناء، حتى الأبناء. يعني الابن كان دائما بعض الأحيان ينظر للأب إنه الإنسان اللي مثلا متحكم مسيطر مثلا، يعني ديكتاتوري اللي ما يبغى حد يتفاهم معه. طيب فلكن لو جلس ممكن فرصة هذه لإذابة الجليد اللي بين في العلاقات. نعم، إذابة الجليد في العلاقات صح ممكن. يعني شوفوا أنا أبغاكم في هذه الفترة، ما هو لازم البيوت تكون مرتبة 100%، لا حد يدقق على الثاني، لا حد يدقق عليها إنه والله هذا البيت مرتب ولا ما هو مرتب، نظيف ولا مو نظيف، طبختي ولا ما طبختي ولا سويتي، لا حد يدقق على الثاني.
هنا الآن في احنا في وضع الآن انه الكل يعذر بعضه بعضا، كل واحد يعذر الثاني. اذا شفت الاولاد عندك عاملين صجة وعاملين يعني ما شاء الله تبارك الله حركات وانشطة، الاطفال حركات عندهم وعندهم طاقة، عندهم طاقة الأطفال، والهذا إيش هيقعدوا يسووا، إيش هيقعدوا يعملوا، كم لا يقدروا يخرجوا، كانت المدرسة تستنزف جزء من طاقتهم، الآن هم قاعدين عندك في البيت، أشياء كثيرة عندهم. هنا يجي دور الأب يعين الأم، يعينها، مش يقعد إنه هو كمان وإنت يا أم أقعد يفكر بكل شيء، لا اتحرك أنت. هنا دور الأب إنه هو يتحرك، كنت برا ما تقدر تتحرك، الآن عندنا فرصة حتى تقدروا تتكلموا مع أبنائكم. أنا الآن عندي شغل مثلاً، الآن العمل اللي هو عن بعد ساير من البيت، فصعب إنه صار الأب إنه يقدر أو الأم إنها تقدر تنجز عملها مع ما شاء الله لا قوة إلا بالله مشاغبة الأطفال، صحيح، ومع الأعمال صعب صارت. يعني لما كانت في العمل وكانوا الأطفال في المدرسة كانت عندها ساعات تجلس أو كان عنده ساعات يجلس يعملها، الآن الكل مجتمع، الكل مجتمع عندك شايف. فالأبناء على هذا غير الطاقة اللي موجودة، غير الحركات اللي موجودة، إذن هنا لازم تستنزفوا طاقتهم. أول شيء زي ما قلنا إنه إنك تقدر تشوفوا لهم أنتوا حركات مثلا ألعاب، ألعاب معينة، قراءة معينة، حطوا لهم قراءة. بعد ما تصلوا احرصوا إنه جيبوا المصحف، ترى ما حد بيفتح المصحف إلا يعني في مرحم ربي اللي بيقرأوا وردهم وهذا، بس في كثير والله ما بيفتح المصحف غير من رمضان لرمضان. لا هذا إذا فتحوا في رمضان. طب إحنا ليش ننتظر لرمضان يجي وبيقعدوا على السوشيال ميديا دي، بيقعدوا على الجوالات بالساعات هم قاعدين عليها، اجلسوا معاهم، لا معليش 5 دقائق فقط لا زيدوا عنها، مش تخلوهم ساعة ساعتين. يعني بعض الأحيان بعض الآباء والأمهات يقول لك لا والله خليهم طالما هم قاعدين خليهم ساعة يقعدوا يقرأوا، لا تمليليهم. نعم أعطوهم بحيث إنهم يسووا دا ويسووا دا، أنت كسبتي فيهم، غرستي فيهم 5 دقائق فقط، نقعد كل واحد يقرأ صفحة صفحة أو صفحتين صفحتين من القرآن، تصححوا قراءتهم ويولفوا يربطوا قلبهم بالله سبحانه وتعالى. جميل. جميل. طيب صحيح. السبح في البيت عندكم يوكترها صح ولا؟ كل بيت فيه لا تقل عن 10 سبح موجودين، أعطي كل واحد يلا خد قول استغفر الله العظيم بالسبحة دي 100 مرة خلصها يلا قوم العب. والثاني علموهم، نعم علموهم الاستغفار. ما أدراكم والله ما أدراكم قد يكشف الله عننا البلوى وعننا هذا الابتلاء وهذه المحنة بإنسان أو بطفل صغير لا يؤبه له. يعني زي في قصة لسيدنا موسى عليه السلام لما خرج يستسقي فوجد، وقصة سيدنا موسى أو سيدنا سليمان، فوجد نملة تدعو فقال أرجع فقد أرجع فقد إيش سقيتم بضعفائكم، فربنا يكشف عنا البلوى بطفل صغير. نعم يستغفر. يعني أنا أذكر من زمان كانوا أهل أول يقول لك خلي الطفل الصغير يدعي لك، حتى ما كنا نسألهم ليه يقول لك هذا ما أذنب ما أذنب. صح ودحين بزورة الأيام هدول مصايب يعني، لكن لكن برضو لم يجر عليهم القلم. يعني والله بزورة الأيام هذا الله أحميهم ما شاء الله عليهم تبارك الله، يعني أشياء أنت ما تعرفوها، لكن لم يجر عليهم القلم، هذا من نعمة الله عليهم. فعودوهم عودوهم خد أمسك السبحة استغفر. نعم. خلصتها يلا إذا واحدة سبحة في البيت يلا أعطي الأخوك استغفر هذا، يعني حتى سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان الله. إيش هي؟ سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ما هي شيء، ما هي شيء صعب. حطوا لهم هذه علموهم فيها. بعد كده عندكم قراءة، تبتعلموا طفلكم القراءة. شوفوا أقول لكم هذا الكلام ما يجي على الأم لوحدها، لازم الأب والأم والكبار كلهم يتعاونوا، خاصة أنهم الآن صاروا متواجدين، متواجدين ما في أحد الآن بيقول أنا بطلع مكان ولا عندي مشوار ولا عندي أقعد. الآن كلنا قاعدين ورقة للكبار أقعد قولي بالله ساعدني. صحيح. أنا أحتاج مساعدة. وهنا رسالة فعلا أن الأب والأم لابد أن يكون في البداية يكون في بينهم تعاون تفاهم. نعم. أنه عندنا مسؤولية مدام إحنا جالسين لابد نرتب من هذا الأمر، مو يكون الاجتهاد شخصي من طرف دون طرف. نعم. وما يحس أنه فعلا قد يقدم حاجة. نعم. أي. يعني هو ده عشان كده بقول لك أنه لازم الكل يتعاون، الكل يتساعد. نعم. مع بعض، ما حد يوقف لوحده ولا حد يقول لك لا أنت لوحدك تسويه. الأولاد الكبار يتساعدوا مع الأولاد مع الصغار، وما يمنع أنه نعمل اجتماع للعائلة كلها تجتمعوا مع بعض ونتكلم مع بعض ونقول أنه ترى إحنا محتاجين مساعدتكم عشان نعدي هذه الفترة،
إلا الكبيرة ممكن تقعد تقرأ مع الصغيرة قصة تقرأ لها، والكبير يقعد يقرأ كتاب وهذا يقرأ هنا. حتى لو أنت إيش شفت مقطع في اليوتيوب اليوم حكينا عنه، أسمع أطفالكم أسمع أولادكم إيش بتفرجوا إيش بيعرفوا، تتعلموا هذه الأشياء كلها. هذه في البداية اللي هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتكم بينكم وبين بعض، أنت تعتبروها نعمة أنكم أنتوا جلستوا مع بعض. إذا في بينكم خلافات، إذا في بينكم عدم فهم لبعض، ممكن بجلستكم هذه لا تكثر العتاب لبعض. نعم. العتاب لا يكثر لبعض، لو كثر العتاب لبعض ترى سبحان الله العظيم الكل حيتعب، الكل حتصير الأمور هذه في مشاكل كبيرة. فبالذات يعني مثلا النكات انه تصير المشاكل كثيره، ولا يعني المشاكل الزوجيه والخلافات الزوجيه تصير كثير، لا، لانه هنا الكل بتقعد. هنا تحتاج انه فعلا نضبط انفسنا، ننظر لهذا الوضع بمنظار اخر، ننظر اليه بوضع اخر. فعلا الان اذا الزوج والزوجه قاعدين طول الوقت بيتخاصموا مع بعض، فرصتكم الآن أنكم أنتوا تجلسوا وتتفاهموا مع بعض، اتكلموا مع بعض واهرجوا مع بعض، حتى تستطيعوا أن سبحان الله العظيم يعني ترتاحوا، حتى أنكم أنتوا تقدروا تخرجوا اللي بينكم مع بعض، تخرجوهم وترتاح فعلا الرجل مع المرأة، يرتاح ويقدروا يحلوا المشاكل حقتهم. آباء وأبناء، أبناء بنات وأمهات، إخوان وإخوة، تحتاجوا كلكم فعلا أنه أنتوا ترتاحوا، يعني تعدوا الفترة هذه كلها على خير بينكم وبين بعض. هذا أول شيء في العلاقات اللي هي بيننا وبينكم. تيجي بعد كده علاقتك بربك، علاقتك بربك أنت. هذا دحين ما أقدر أنا أقول لك يا عادل أنت لوحدك يعني أنا حساعدك في شيء، لكن أنا أقدر أنه أراجع نفسي أنا إيش مقصرة في إيش، فإيش علاقتي في الله؟ يمكن في أمور ما يعرفوها اللي حواليا، ما يعرفوها اللي حواليا، ترى في أمور ذنوب السر، هذه الذنوب ذنوب السر اللي ما حد يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك يا بنتي يا ولدي، كلنا والله ما في أحد فينا ملاك لم يخطئ. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هنا نحتاج فعلا، ترى والله دي الأزمة هي محنة في ثوب منحة في ثوب محنة. منحة من الله. الكل يبدأ يراجع نفسه، الكل يبدأ يشوف نفسه في أشياء غلط، أشياء دنيوية وأشياء أخروية، أشياء علاقتي أنا بالآخرين، علاقتي بالله. كنت أدقق على أحد ليه؟ لأنه أنا ولفت إن أنا أدقق على الناس. الدنيا دي تستاهل إن أنا أدقق على كل واحد؟ ما تستاهل والله، ولا تحوج الدنيا دي إن أنا أدقق على كل واحد، ولا أسأل على كل واحد أنت إيش بتعمل فيه، ولا عاتب ده ولا عاتب ده، ما تستدعي. راجعوا نفسكم، راجعوا أخلاقكم، راجعوا قلوبكم، راجعوا أعمالكم. واحد فيروس صغير إيش عمل في العالم كله؟ هل إحنا أقوياء لدي الدرجة اللي نستطيع أن يعني نواجه أنفسنا ونواجه المصائب اللي حوالينا؟ والله إحنا ضعاف، والله إحنا ضعاف. بس الله أن يلطف بنا. هو ده في عندي. نعم. فاصل. طيب بعد. نعم. الفاصل إن شاء الله. عودة لكم مستمعينا الكرام، ولعلنا احنا في نهاية الحلقة هذه، إذا كان من كلمة أخيرة أستاذ عتيدة. سبحان الله العظيم، تحصين. نعم. الدعاء، تعليم أولادنا التعلق بالله، تعليم أولادنا الصلاة، تعليم أولادنا قراءة القرآن، التجهيز كيف يعني لأنفسنا، نجهز أنفسنا كيف نقدر نرفع هذا البلاء. أشياء علاقتك بالله، علاقتك بالآخرين، علاقتك مع المجتمع، علاقتك بالله، كيف صلاتك، كيف تعلقك بالله، استغفارك، قراءة قرآن، هذه أنت مع أولادك تقدر تعملها، وأنتوا الأولاد تقدروا تسووها. علاقتك بالآخرين،
حاولوا انكم انتم فعلا تفهموا بعض، تشوفوا ايش اللي حاصل بينكم وبين بعض، كيف تقدر تفهم ابوك. اجعلوها فتره لعبه بمصارحه لكن من غير زعل، بس على الاقل نتفهم الاخرين. علاقتنا بالمجتمع، نلتزم بالاوامر، نلتزم بالتعليمات اللي موجوده عندنا، ونعرف انه هذه التعليمات لصالحنا. يعني حتى سبحان الله العظيم صلاتنا ما قدرت تصليها في المسجد، صليها على وقتها في البيت، صليها على وقتها في البيت. نعم نعم. خطبة الجمعة في إمكاننا نجلس الخطبة في اليوم حقت في المسجد، هي في الحرم موجودة الخطبة. نعم. كان في إمكاننا إن إحنا نصحى ونسمعها، نجلس نسمعها، نستمع إلى الخطبة. مو معناته إنه الخطبة ما صارت في المساجد، ما صارت في هنا يعني، وما نستمع لها، ما نصحى لوقتها. استمعوا ليها حتى ما نفقد التلذذ هذا. نعم. حتى ما نفقد النعمة هذه، نجلس فيها ونستمع الخطبة في التلفزيون. جزاهم الله خير بنقولها، والإمام كان موجود اليوم الله يكرمه وعطانا الخطبة وصلى، نستمع لها وبعد كده صلي جماعة مع أولاده. لا توقفوها، لا توقفوا هذه الـ يعني زي ما تقول إيش الأشياء اللي كنا نعملها في البداية علشان نروح الصلاة. مو كنت عشان تروحوا الصلاة تصحوا وتصلوا تصحوا الأولاد واللي يغتسل واللي يفطر، لا توقفوها. نعم. ما خرجت انقطع هنا، لكن أحسسهم أنه ما زالت موجودة. ترى في نعمة من الله أنك أنت ما زلت تذكر الله، في نعمة من الله أنك أنت ما زلت يعني قلبك معلق بالله. التحصينات، علاقتك بالله، التزام بالهذا، وفترة بأمر الرحمن الرحيم وتعدي. بس زي ما قال عمرو بن العاص لما انفرق الناس في الجبال وانتهى الوباء، سبحان الله العظيم، هو إنه الإنسان ما في تجمعات، ما في جلسات، فترة بأمر الرحمن الرحيم وهي تعدي. ونقول اللهم إنا أعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. علموا الأولاد هذه الأدعية، علمهم هي، علمهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم نعوذك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. علموهم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء. واللي أولاده هنا واللي أولاده بعيد ما يمنع، الحمد لله. شوفوا من النعم إنه في وسائل التواصل. نعم. بالله عليكم لو ما كانت في وسائل التواصل ده إيش كان في صار فينا؟ في وسائل التواصل ترى ما طفشانين. نعم. ترى عشان ما خرجنا بس حسينا بقيمة الخروج، عشان ما رحنا صلينا في المسجد حسينا بقيمة الصلاة في المسجد، عشان ما سفر شفتوا النعم قديش كانت عندنا وإحنا والله ما عرفنا لها ولا عرفنا نشكرها. فالآن نعم. الآن شكرنا لله ونعمتك يا الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أتذكروا هذه ونسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك الكثير من الصلاة وسورة الكهف. ونسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وقول قطفتك وحكمتك الله يا يسلم عادل، ومعلش نهاري بدري اليوم بس لأنه والله القلب اليوم يعني موجوع يعني، ولكن فينا يعني إحساس بلطف الله وبرضى الله، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، وهناك العديد إن شاء الله من اللقاءات اللي راح نأخذها سواء عبر المواجز الإخبارية وعبر البرامج اللي راح تكون مع الزملاء وزميلات في إذاعة ألف ألف أف أم، للعديد من الإرشادات المهمة التي لابد أن نعلمها بالضرورة خلال هذه الأيام ونحن نسمعها في منازلنا وفي أماكننا. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يسلمنا من كل سوء وكل شر في بلادنا هذه خاصة وفي سائر البلاد، إنه سميع مجيب الدعاء. له نصل وإياكم مستمعين الكرام، نتمنى لكم كل خير وكل عافية. هذه تحية مني أنا عادل برباع، وكذلك من الكنترول الزميلة هالة منصور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.